ورد في الروايات الشريفة التي تحدثت عن أوصاف الإمام الحجة عليه السلام بأن فيه شبها من يوسف وموسى وغيرهما من الأنبياء، فلماذا استعمل أئمتنا هذا النوع من التوصيف أو التشبيه؟ بعبارة أخرى، لماذا التشبيه بالأنبياء ولماذا هؤلاء الأنبياء دون غيرهم؟ هناك أمران. الأمر الأول لتقريب المعلومة إلى الذهن، عرف عن يوسف الغيبة، فمن هذه الجهة قضية عرف عن يوسف الغيبة، وعرف عن موسى مواجهة الطواغيت. هناك صفات أخرى ذكرت في عيسى في بقية الأنبياء، هناك معلومات واضحة في أذهان الناس، فجيء بهذه الأمثلة التي تقرب الفكرة أو تقرب الصورة، فضلا عن قضية مهمة جدا هو الضعف العقائدي الشيعي. إلى الآن هناك نقاش، هل أن الأئمة أفضل من الأنبياء أو أن الأنبياء أفضل منهم؟ هذا النقاش موجود، وحينما نريد أن نثبت شيئا للأئمة نثبته للأنبياء أولا، فإذا ثبت للأنبياء يمكن أن نثبته للأئمة، وهذا من سوء توفيق الشيعة. ماذا نصنع؟ وهذا الموجود، هذا من سوء توفيق الشيعة. أفضل الأنبياء نوح، نوح في يوم القيامة يأتي يطلب من رسول الله الشهادة، الرواية موجودة في الكهف الشريف عن إمامنا الصادق، النبي يقول لحمزة وجعفر اشهد له عند الله، ثم يقول وهما الشاهدان على الأنبياء. نوح هو أفضل الأنبياء، لذلك نخاطبه في زيارته السلام عليك يا شيخ المرسلين، وحتى في التعبير القرآني بحسب الظاهر اللفظي لسياق الآيات وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح، إذا تقرأ الآيات بحسب السياق اللفظي وإن من شيعته لإبراهيم، وإن كان وفي الروايات وإنه من شيعة علي، ولكن السياق اللفظي أيضا يؤخذ بنظر الاعتبار. فنوح أفضل الأنبياء وهو شيخ المرسلين الذي يشهد له حمزة وجعفر، وحمزة وجعفر في الروايات يغبطان العباس على منزلته. وين الكلام؟ هذا من سوء توفيق الشيعة، هذا من سوء توفيقهم، وذلك هذا النقاش الدار، هذا النقاش كله نقاش ليس في محله. فماذا يصنع الأئمة للشيعة؟ يتحدثون بهذه الطريقة، يقربون الصورة الفكرة للشيعة، ماذا يصنعون؟ وهذه المشكلة مشكلة في الحقيقة، مشكلة فكرية وعقائدية موجودة في الوسط الثقافي العقائدي الشيعي.